دلوقتي خلينا نروح معاكم لمعبر رفح مع زميلنا محمود جميل مراسل القناة الأولى ومتابعة آخر التطورات الخاصة بتقديم المساعدات لأهالي غزة. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير عليك يا مصطفى، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. لازلنا بنتابع معاكم آخر التطورات أمام معبر رفح، سواء كانت الإنسانية أو حتى الميدانية الخاصة باللي بيحصل في مدينة رفح الفلسطينية. لكن النهاردة احنا أمام تطور مهم جدا فيما يتعلق بالجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة وتكثيف عدد المساعدات الإنسانية. النهاردة تقريبا يعني من صباح هذا اليوم او من فجر اليوم بيتم تجهيز 350 شاحنه للدخول الى منفذ كرم ابو سالم من ساحه معبر رفح البري، وده طبعا اللي كنا بنتكلم عليه معاكم امبارح، انه الوساطه المصريه بتسعى انه خلال الايام القادمه يكون في اكبر عدد من المساعدات الانسانيه، وده طبعا نتيجه الاجتماع الثلاثي اللي كان موجود في القاهره ما بين مصر وامريكا واسرائيل، ومصر تمسكت فيه بالانسحاب الكامل من معبر رفح من الجانب الفلسطيني بالنسبة للقوات الإسرائيلية، وكمان أكدت بضرورة زيادة المساعدات الإنسانية فيما لا يقل عن 350. من صباح هذا اليوم في عدد كبير من الشاحنات بتدخل، ولسه في شاحنات كمان مصطفى، يعني بكلمكم أنه تقريبا على بعد أمتار من معبر رفح البري قرب الساحة الخارجية تم تجهيز هذه الشاحنات. كل الشاحنات دي محملة بعدد كبير من المواد الغذائية، مواد البناء، الخيام، كمان يعني أطنان من الدقيق التابعة لمنظمة الأونروا. كل الشاحنات دي تم تجهيزها من الجانب المصري، وخلينا أقول لكم أن كل العدد ده ما يجيش حاجة طبعا في العدد اللي موجود لسه داخل الساحة الخارجية لمعبر رفح البري، وبالإضافة لآلاف الشاحنات اللي موجودة في مدينة العريش. فالحقيقة مصر بتقوم بدور مهم جدا فيما يتعلق بإدخال هذه المساعدات نظرا لاحتياج قطاع غزة لمزيد من المساعدات، خاصة المساعدات الغذائية نظرا لحالة المجاعة اللي موجودة داخل قطاع غزة بسبب نقص الغذاء. النهاردة كمان يعني في مع تكثيف كل هذه الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة، بتسير طبعا بالتوازي الجهود الدبلوماسية والسياسية للوصول لوقف إطلاق النار. لكن المشهد النهاردة يؤكد على أهمية معبر رفح باعتباره شريان الحياة بالنسبة للفلسطينيين وللأشقاء داخل قطاع غزة، وأن طبعا دخول المساعدات من منفذ كرم أبو سالم لا يغني عن ضرورة عودة معبر رفح للعمل مرة أخرى. تقريبا يعني الشاحنات بتستعد يعني الآن في الدخول والاستضافة شاحنة تلو الأخرى حتى يتم دخول 350 شاحنة. لكن هنا نقطة مهمة، أنه يتبقى على الجانب الإسرائيلي أن يسهل عملية دخول هذه الشاحنات ويقلل من الإجراءات التعنتية اللي بتعرقل وصول أكبر عدد من شاحنات المساعدات. من الجانب المصري مفيش تقصير خالص، ومصر بتبذل كل جهدها لدخول أكبر عدد من المساعدات، لكن داخل الجانب الإسرائيلي من منفذ كرم أبو سالم على القوات الإسرائيلية في بعض الإجراءات اللي ممكن ترفض بعض الشاحنات وترجع وعدد من الشاحنات اللي يدخل. فإحنا من الجانب المصري 350 شاحنة هيدخلوا وهيتجهوا لمنفذ كرم أبو سالم، لكن طبعا على آخر اليوم بنشوف إذا كانت القوات الإسرائيلية سمحت بأكبر عدد من الدخول أم هناك بعض الشاحنات اللي عادت مرة أخرى. وده يؤكد أن الكارثة الإنسانية تحمل بالكامل على الجانب الإسرائيلي، وده اللي أكدت عليه مصر مرارا وتكرارا، أن الجانب الإسرائيلي يتحمل الكارثة الإنسانية والمجاعة ونقص الإمدادات الغذائية الموجودة داخل قطاع غزة. ونظرا لقلة العدد اللي بتسمح به القوات الإسرائيلية، الأمم المتحدة أشارت إلى هذا الأمر بأن حجم النقص في المساعدات اللي بتصل لقطاع غزة أكثر من الثلثين مقارنة بما كانت عليه قبل 7 مايو، أي قبل بدء العملية العسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية. نقص المساعدات ده طبعا بيعود إلى الإجراءات التعنتية والعراقيل اللي بتقدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي من داخل منفذ كرم أبو سالم. إذا ما تحدث
تحدثنا عن منفذ رفح. منفذ رفح في الأيام الماضية وقبل إغلاقه من الجانب الفلسطيني كان بيدخل يوميا 8 شاحنات للوقود، وده كان عدد مهم جدا. دلوقتي احنا ما عندناش دخول لشاحنات الوقود، القوات الإسرائيلية بترفض شاحنات الوقود وأحيانا بتقوم بعودتها مرة أخرى. خلال ال 11 يوم اللي فاتوا اللي تم دخول فيه المساعدات من منفذ كرم أبو سالم بالتعاون والتنسيق ما بين مصر والأمم المتحدة، احنا دخل 4 شاحنات وقود، وامبارح دخلوا 8 شاحنات وقود فقط لا غير. بخلاف كل هذه الأيام وكل هذه الشاحنات لم يدخل شاحنات وقود لقطاع غزة، وده بيؤثر على تفاقم الأزمة الكارثية هناك. خروج عدد كبير من المخابز لم تعمل في مدينة رفح، ما فيش ولا مخبز بيعمل داخل مدينة رفح الفلسطينية. كمان المستشفيات خرجت عن العمل كما أعلنت يعني المنظمة الصحة العالمية، 14 مستشفى بس اللي شغالين دلوقتي من ضمن 36 مستشفى كانوا موجودين في قطاع غزة. 3 مستشفيات فقط هم اللي موجودين في مدينة رفح الفلسطينية، 3 مستشفيات ميدانية كلهم بيعملوا بشكل جزئي ومعرضين للتوقف تماما في أي لحظة نظرا لنقص إمدادات الوقود. الوقود عندنا في الجانب المصري موجود، ونستطيع أن احنا يعني يتم إدخال أكثر من 10 شاحنات وقود يوميا، ونستطيع أن احنا ندخل أكثر من 500 شاحنة مساعدات يوميا، وده اللي كان بيحصل في السابق قبل بدء الحرب في قطاع غزة. وكمان في الأيام الماضية مع الشاحنات اللي كانت بتدخل من منفذ كرم أبو سالم والشاحنات اللي كانت بتدخل من خلال بوابة معبر رفح، احنا كنا بنتكلم يوميا على 300 شاحنة كانوا بيدخلوا. ويمكن النهاردة مصر بتكثف الجهود مرة تانية، وبيتم التأكيد على الدور المصري المهم والرسالة المصرية القوية لخدمة القضية الفلسطينية وأيضا لخدمة الأشقاء داخل قطاع غزة بتجهيز أكبر كم من المساعدات الإنسانية المختلفة، سواء كانت مواد غذائية أو حتى مستلزمات طبية. وخلينا أقول لكم إن كمان مصر يعني ما وقفتش تماما عن تجهيز المساعدات، بخلاف كل الشاحنات اللي موجودة دلوقتي في ميناء معبر رفح البري وكمان في مدينة العريش، لسه في شاحنات وفي قوافل بتأتي طبعا من القاهرة ومن المحافظات ومن مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها طبعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة. كل الشاحنات لسه بتيجي لدعم الأشقاء لقطاع غزة، وربما بالتزامن مع الجهود الإنسانية اللي بتتم النهاردة، الجهود السياسية طبعا في اجتماع القيادات الأمنية اللي موجود في الدوحة النهاردة ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، فده هيكون طبعا مهم جدا للعودة للمسار التفاوضي مرة تانية مع استمرار المسار الإنساني واستعداد كل هذه الشاحنات للدخول. فإذا احنا النهاردة أمام تطور مهم ودور مصري قوي في إدخال 350 شاحنة متجهين لمنفذ كرم أبو سالم لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة. دي الصورة أمام معبر رفح واللي بتعكس المجهود المصري الكبير لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة. برجع لكم في الاستوديو مرة تانية جومانا ومصطفى. شكرا لك محمود، وبالتأكيد الجهود المصرية غنية عن التعريف، وبالتأكيد